نطلع كده مع حضراتكم بقى نشوف الابداعات العربيه، رمضان بالعربي، الناس اللي موجوده في الدول العربيه بيبدعوا ازاي. المره دي هنروح مع حضراتكم الى المغرب، نافذه كده هنفتحها المغرب، وفنان مغربي، الفنان اسمه الحسن ايوي. الحسن ايوي عمل فكره جميله جدا ومختلفه، صمم مجموعه تماثيل على شكل حيوانات زي التنين وغيرها من الحيوانات باستخدام اطارات السيارات المستعمله. تعالوا نشوف الفن المغربي والفنان الحسن الإيوي. داخل بيت صغير بمراكش يقطع شاب إطارات مستعملة محولا إياها إلى تماثيل غاية في الدقة والجمال. ذلك والفنان المغربي الحسن إيوي الذي يصمم من إطارات السيارات تماثيل على شكل حيوانات مثل التنين ووحيد القرن. ويقوم الحسن بتجميع الإطارات من السيارات القديمة ومقالب النفايات، ويرجع الفضل في تعلم هذا النوع من فن إعادة التدوير إلى والده. علمت ذلك من أبي الذي عرفني كيف أصنع شيئا من لا شيء، بناء على فكرة أنه لا شيء يفنى ولا شيء يخلق من العدم، كل الأشياء تتحول. وبالنسبة لي فإن تدوير الإطارات عمل يمثلني كفنان يعمل في هذا الفن المعاصر. ويرى الفنان المغربي في فن إعادة تدوير المخلفات الذي يمارسه شيئا نبيلا، يحول أشياء ضارة بالبيئة إلى أعمال فنية راقية. هو عمل نبيل لنا كفنانين أن نشارك ونضع أيدينا على شيء يفسد الأرض، فنقوم بإصلاحه وندخل الفن في توصيل رسالة مفيدة للبشرية. وتستغرق عملية إبداع قطعة فنية من الحسن ما بين أسبوع وشهرين، ويعتمد على بيعها لتوفير دخل له ولأسرته. كما شارك فنان التماثيل أيضا بأعماله المميزة في العديد من المعارض الفرنسية، ومن المقرر عرض منحوتات الأسد في معرضه القادم بفرنسا. ويحلم الحسن بأن يكون قدوة للجيل القادم لكي يمثل الفن المغربي في أفضل صورة ممكنة. الجمال ده حاجة رائعة، ومن مخلفات برضو بالزبط. اتصالا مع التقرير اللي قبله. طيب.